فردي ولا قايمة؟ قايمة ولا فردي؟ نبي ما انا عارفة اختار مين، ولا اللي قال ما عندوش برنامج انتخابي وجابها على بلاطة كده، ولا انتخب الكينج كونج؟ انا محتارة يا استاذ اشرف. اهلا بيك. ربنا يكرمك يا رب. انت وحشتنا جدا. كل سنه وحياتك طيبه. والله مبروك على طيب. البرنامج الجديد بتاعك. يا رب يخليك. الف مبروك. الله يبارك في عمرك. عقبال ما نبارك كده يا رب يكون المجلس يا رب كده يا رب. يا رب. انعقد او انعقد. يا رب يا رب ان شاء الله. دلوقتي نروح لتقرير نشوف الناس هتقول ايه عن الانتخابات، وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع الاستاذ اشرف. الفردي مستقل لوحده، اما القوام بيبقى قوام احزاب والكلام ده كله. بالنسبه للقائمه والفردي، ده نظام انتخابي معمول السنه دي في اللي هو انتخابات المجلس النواب. القائمه معروفه، القائمه النسبيه اللي خاصه بالائتلافات والاحزاب السياسيه. في الدستور نظام القائمه بيبقى تلتين، نسبه تلتين، وفي الفردي نسبه تلت. الفردي ده راجل مستقل وداخل ليه افكار وبرنامج معين، داخل المفروض ان هو حاطه على اساس ينفذه، والقائمه دي بتترتب بقى حسب اللي هم عايزينه ينجح في الاول بيحطوه على راس القايمه. انا ارجح النظام الفردي، لان النظام الفردي بيفرز لك العضو، تعرف تاريخه وتعرف تاريخه الانتخابي وخدماته للدايره. القايمه ده برنامج حزب، فانا يعني ارشح ان القايمه برنامج حزب فيه له ميول معينه بينفذ البرنامج بتاعه، لو ما نفذش البرنامج بتاعه خلاص بنبيزه خالص. انا بتالي ان الفردي نسبته بتبقى احسن واوضح من القايمه. القايمه دي بالنسبه للناخب بيختار يعني كل الاشخاص اللي موجوده في القايمه، بيختار القايمه على بعضها. ده من ضمن عيوب الخطيره في القائمه. المرشح اللي بيدخل في القائمه ده بيدخل ضمن قائمه كبيره جدا، ربما القائمه هي اللي بتدي له الافضليه ان هو يبقى نائب في البرلمان. لكن الفردي انا من وجهه نظري بتعتمد على شخصيه المرشح نفسه. استاذ اشرف انا متلخبطه والله العظيم، ثلاثة متلخبطة، وفي ناس كتير قوي غيري، يعني احنا مش عارفين، احنا عايزين ننزل ننتخب، بس الفردي انا عارفة بيبقى مرشح واحد عن دايرة معينة. القايمة ايه ولا الفردي غير كده؟ بص يا مدام حالة، اتفضل. خلينا الأول، القانون واضح جدا. تمام. قانون 45 لسنة 2014 وتعديلاته واضح جدا. هي 568 عضو. منهم 448 فردي و120 قايمة. ولسيادة الرئيس ليه نسبة تعيين لا يتجاوز ال 5%. خلينا نعرف يعني ايه فردي ويعني ايه قايمة بالظبط ويعني ايه المعينين. نبدأ الأول. القايمة 120 فرد مقسمة أربع أقسام. قايمة القاهرة 45، قايمة الصعيد 45، شرق الدلتا 15، غرب الدلتا 15. تمام. نيجي بقى في الدوائر الصغيره. هتلاقي دايره، هنيجي ناخد مثلا ايه الانتخابات اللي جايه المرحله الاولى. دايره مثلا زي اقليم الصعيد. تمام. الدايره من الجيزه لقنا، الدايره من الجيزه لقنا فيها قايمه اللي هي الجيزه، الفيوم، المنيا، البحر الاحمر، الاقصر، قنا، اسوان، الفيوم. حلو قوي. كل دي دايرة. الناخب هيخش هيقدامه خمس ست قوائم، سبعة تمانية عشرة قائمتين تلاتة اللي هيلاقيهم، مش هنقول أسماء طبعا مش دعاية لحد طبعا، يختار قائمة واحدة. قائمة واحدة بس. واحدة بس. ويا ناخب اوعى تنقي من القوائم اللي انت عايزه، لا هي قائمة واحدة. لو نقيت أكتر من قائمة هيبقى باطل. باطل. القائمة دي بصراحه عجباني. طب انا يعني هعرف مين كويس في القايمه؟ ما هو انا قدامي مثلا زي ما حضرتك بتقول القايمه الكبيره. مش هتعرفي، لان انا بقول لك الدائره الانتخابيه من الجيزه لحد هنا، فاللي نازل من الجيزه ما يعرفوش بتاع هنا، واللي نازل في الفيوم ما يعرفوش بتاع البحر الاحمر. يعني هم معلش على قد ما انا فاهمه يعني واخدين من كل البلاد دي ناس، مش شرط، ممكن يكونوا واخدين شخصيات عامه، لان القايمه هنا بيشترط فيها شروط. ايه هي الشروط؟ لازم يكون فيها تمثيل عادل من معوقين. ايوه. شباب،
مرأة. وخلينا نتكلم في الشباب، عايز اخد في حتة في الشباب كده صغيرة بس لما نخلص القائمة. مرأة، شباب، معوقين، مسافرين للخارج، عمال، فلاحين. طب الإخوة الإقباط حلو، لازم يتحطوا في القائمة. حلو. طب أنا عايز أسأل بقى سؤال معلش وعذر جاهلي يعني. أموري. الأحزاب كلهم بقى؟ الأحزاب، في أحزاب كونوا قوائم يعني مش حزب واحد مكون قائمة، لا، في مجموعة من الأحزاب اشتركوا في قائمة. تمام. يجيبوا قائمة زي ما أنا قلت كده، هناخد مثال الصعيد اللي هي انتخاباته هتبدأ من السبت القادم. تمام. 45 فرد حلو في القائمة. اه. الناخب هيخش ياخد قائمة من القوائم، ما ينقيش، اوعى تنقي. اه. انت هتاخد القائمة زي ما هي. طب انا اعرف منين الناس اللي في القائمة دي؟ يعني ممكن طبعا تكون في شخصيات معروفة يعني. انتبهوا ايها السادة، البرنامج بتاعك. اه. المجلس الجاي، مجلس النواب الجاي، هيشارك في السياسات الدولة. هيشارك في خطة التنمية بتاعت الدولة. هيراقب السلطة التنفيذية. هيسن القوانين. هيراقب الموازنة العامة. انتبه. اختار بعناية. ذاكر. ذاكر. هم يعني انا شايف مفيش برامج وبخش وبتفرج وبتاع. اصل يعني. ذاكر. يا استاذ يا اللي داخل بتنتخب. ما تورطناش. خش. انتخب. اعرف برنامج القائمة دي ايه. طب بعد اذن حضرتك. ماشي. القوائم بيبقى فيها اسماء، احنا عرفنا دلوقتي الاحزاب. ما هو ده عيب القوائم. انك ممكن ما تعرفيش الاشخاص. بالظبط. يعني اعرف شويه اسماء من اللي موجودين في الاحزاب. ما بتنقيش. ما انا مش هنقي. بتاخديها زي ما هي. ما هي القائمه بقى اللي فيها مثلا فردين من الحزب الفلاني ولا هي كده. هي كده. هو ده بقى اللي هيطمني. ما هو عشان ما ارتكبش جريمه. ما خدي بالك، انا قلت لك هترتكب جريمه لو اخترتي ناس مش تمام. مش فنقي يا عم الناخب عشان خاطري. نقي يا عم الناخب. يعني نقعد نفرز يا اخي كويس. لا مش تفرزي، تذاكري. نذاكر. تذاكري الكلام ده ليكي وليا. طب اذاكر ايه؟ معلش. تذاكري برامج، تذاكري الناس اللي نزلت قبل كده وما عملتش حاجه. ذاكريهم. اعرفي دول عملوا ولا ما عملوش. خلاص. ما قربلوش. انا الناس ممكن حد جديد هعمل ايه؟ طيب ما انا جربت يطلع بقى من انت. ما انا جربت واحد وعمليش حاجه، انتخبه تاني؟ لا مش بقول على كده، بقول بس لنفترض ان انا ما انتخبتش حد ما عمليش حاجه قبل كده، عايزه بقى اروح لحد جديد. الحد الجديد دي تبقى مطب. ذكري. ذكري. ما هو اصل خد بال حضرتك، بس مش كلهم منزلين برامج. ما هو ده الورطه اللي احنا فيها. طيب لان انت عندك انتخابات فرديه. بتبنى على ايه الانتخابات الفرديه؟ على شخص اللي نازل. بس اللي انا عارفاه. بس. شخص اللي نازل. وده اللي هيحصل. اللي انت عارفاه. بالظبط. اللي هي بتيجي برضو على العصبيات والقبيليات طبعا. والسمعه. طبعا. اختار بقى. طبعا. سمعته. اختار نشيط ولا راجل هيخش ينام في مجلس النواب. اصل خدي بالك كان زمان في مجلس الشعب ومجلس الشورى. القانون 45 والدستور لغى الكلام ده، خلاه غرفه واحده اللي هو مجلس النواب. ايوه. فالنهارده مجلس النواب دوره ايه؟ دوره بقى شريك لسياده الرئيس. ايوه. شريك اساسي. مش زي شريك. يعني رفضنا ابينا بين شريك، مجلس النواب القادم شريك. بيحط سياسات وبيحط خطه وبيحط تنميه وموازنه عامه. الخوف بقى من كده يا استاذ اشرف. ان احنا عايزين نختار صح. ما هو دي المشكله اللي عندنا دلوقتي. ما هو ده بقى دور مين؟ دول مين؟ دول اللي بقى ايه زي ما انت بتقول لحضرتك. نقي واختار وادماغ فرصه واقعد كده وانت يعني قبل ما تخش ومخمخ كده. تبقى انت مقرر انتخب مين؟ ما تجيش في اللجنه واحد يقول لك ايه اصل ده فلان مش عارف ايه وفلان. لا اختار اللي انت ذاكرته. حلو قوي. لنفترض ان انا اخترت مثلا 3-4. لا مش 3-4. هي بس اوضح برضو للمواطن. انت بتخش اللجنه الانتخابيه بتاخد ورقه بيضاء. ايوه. اللي هي الفردي. تمام. نيجي مثلا اتملي اقول ايه للمرحله الاولى، امبابه مثلا. اربع مقاعد. انت بقى عارف واحد، هتخش تنتخب الواحد ده وتسيب الثلاثه باطل، تنتخب الاربعه وتاخد قايمه. اوعى انتخب الاربعه حتى لو انا مش عارفه لو واحد فيهم. هو ده كده. هو كده. تمام. هو كده. هتنتخب الاربعه، انتخاب الثلاثه باطل.
انتخبت اتنين باطل، انتخبت واحد باطل، انتخبت خمسة باطل. طالما الدايرة عندك محددة بأربع مقاعد تختار أربع مقاعد. نيجي مثلا لدايرة ملاوي في المنيا مقعد واحد. هختار. هتخش تختار مقعد واحد. ما تختارش اتنين باطل. ما تختارش ثلاثة باطل. وتختار قايمة. نيجي لدايرة العمرانية مقعدين. شوف أنا بحلل المواطن يخش ينتخب إزاي. هتخش تنتخب مقعدين مش ثلاثة ومش واحد. أيوه. ما الدوائر الفرد واحد واثنين وثلاثة وأربعة. اسأل أما تخش، اسأل الدائرة بتاعتي كم مقعد اللي أنا هخش انتخبهم كم مقعد. يسألوا بقى. لازم يسأل طبعا. يسأل القاضي اللي قاعد. هو يسأل قبليها عشان يختار. ما يجيش يبقى أنا إيه داخل انتخب اثنين وهم أربعة وأروح معلم على اثنين تانيين ما أعرفهمش ينجحوا. طب إحنا طب قبل القايمة عايزين ناخد التليفون. مين معانا يا أستاذ مجدي؟ أسماء. أسماء ألو. ألو. أيوة. إزيك يا مدام هالة؟ أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بيكي. هني حضرتك على البرنامج الجميل الجميل جدا. حبيبتي ربنا يخليك يا رب. ويعني حضرتك بتفتحي مواضيع شيقة جدا. الله يخليكي. مرسي يا فندم. مرسي. يعني وبترجى من حضرتك بقى يعني تفتحي لنا المواضيع اللي هي بتاعت زيادة النور والمية والغاز. كل ده جاي. الفواتير اللي عليت قوي قوي علينا ومش عارفين نعملوا فيها إيه بصراحة. ده حقيقة. حاضر. حاضر عينيا. يعني يا ريت حضرتك تفتح لنا المواضيع الشيقه دي. ما هو حضرتك بصي انا ماشيه بتوجيهاتكم وباقتراحاتكم ان انتم بتقترحوا علينا ايه المواضيع اللي ممكن نتكلم فيها وايه المواضيع اللي تهم الساده المشاهدين واحنا على طول بننفذ. حاضر عينيا الاثنين. معانا مروه. الو. ازيك يا مدام هاني؟ ازيك يا مروه؟ مبروك مبروك عبد. الله يبارك فيك. جميل قوي 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 ده. مبروك. وحسينا الكم شهر اللي فاتوا دول بجد. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. ربنا يعزك يا رب. انا كنت عايزه حضرتك اقول لك على اقتراح كده. فقره اتفضلي فقره بتقدميها عن الحيوانات المنزليه يعني القطط الكلاب اللي هي بتتربى في البيت وخصوصا لو كانت مثلا حد يعني قطه جايبينها من الشارع. عايزاكي تجيب لنا دكتور يعني يكلمنا ازاي نتعامل معاهم. صح. التطعيمات العادات ازاي نعودها على العادات بتاع اكل الشرب الحاجات دي. عايز فقره عن الحيوانات المنزليه. والله عيني. حاضر. انا عندي كلب وممكن افيدك برضو في الموضوع. لا بس ده اقتراح جميل طبعا. هنستضيف دكتور بيتري ان شاء الله يكلمنا عن تربيه الحيوانات في البيت. حاضر. ما تنسيش تنزلي تنتخبي. ايوه يا استاذ عاشر. اوعى تقولي لاي ست تنزلي تنتخبي لان الستات تبصق بينزلوا ينتخبوا. اصل خدي بالك من حضرتك من حاجه. الست دي ما حدش يقول شريكه في المجتمع. الست دي اساس المجتمع. ما فيش راجل ناجح من غير ست وراه. اكيد. بالظبط بالظبط. يعني اولاد بقى بالمثل البلدي. ذكر وراه ذكر وراه ذكر. صح. لو احنا عندنا ذكوره كتير. والله. والله بجد الستات امال ايه في مصر هي اللي بتنجح رجالته. بالظبط. دي حقيقه. والله يا ربنا يعزك. لا لا دي حقيقه. هتحبك قوي قوي يا استاذ. مش شريكه. نقول شريك. لا دي هي الاساس. لا الاساس والله, والله العظيم بتاعت الاساس. معانا تليفون يا استاذ مجدي. استاذ صابر. الو. الو. ايوه يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا بهني حضرتك على البرنامج الجميل اللي انت عاملاه. ربنا يخليك يا رب. ربنا يعزك. شكرا. تاني حاجه بقى بحب استفسر المضيف بتاع حضرتك. اتفضل يا فندم. هو اتكلم دلوقتي وقال القوائم اللي موجوده لازم تنتخب القائمه بكل اللي موجود فيها ما تنتخبش افراد منها. فهل هيبقى موجود في اللجنه مجموعة الأسماء بتاع القائمة كل قائمة بالأسماء اللي موجودة فيها عشان أقدر أراجعهم؟ حاضر حاضر. أيوة أستاذ عاشر. إحنا قلنا هيديك ورقة بيضاء بجميع المرشحين في الدائرة. تختار واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة حسب المحدد للدائرة بمقاعدها. تمام. القوائم هتاخد كل القوائم يا سيدي في ورقة مطبوعة. ورقة مطبوعة. كل القوائم. كل قائمة أسمائها مكتوبة من الأول للآخر. 45 فرد اللي هي قائمة زي قائمة الصعيد. و15 زي قائمة شرق الدلتا وغرب الدلتا والقاهرة والدقي القاهرة برضو دايرة لوحدها. دي الانتخابات المرحلة الثانية. الثانية. الدقي تبع جيزة مرحلة أولى. القاهرة واخدة 45 فرد برضو اللي هي القاهرة بقى ومشتملات المحافظة. تمام. اللي هو الإقليم اسمه إقليم القاهرة. تمام. 45 برضو. تمام. قاعدوا. طب حضرتك كنت هتتكلم عن الشباب. الشباب. انتي سالتي للضيف سؤال حلو
عجبني لما قلت له شغل شباب معاك. انا بترجى الناس ودي من قلبي والله. ايوه انا في مكتبي 10 شباب محامين. لو تديهم الثقه ايوه وبيشتغلوا بيبدعوا اكيد ويتاملوا طبعا وبيطلعوا طبعًا. حاجات يعني جميله. اقول لك على حاجه تفضل. والله العظيم ثلاثه في ساعات كتير حاجات بتبقى فايتاني. الشباب اللي شغاله معايا هي اللي بتطلع وتقولي كذا وبتقولي كذا. وخدي بالك من النقطه، الشباب هو المستقبل الجاي. ايوه طبعا حافظوا عليه طبعا. والله دي بص هقول لحضرتك حافظوا حاجة. عليه يعني اللي انت بتقوله ده دلوقتي حضرتك ده يبقى يا ريت يبقى حافز لجميع المحامين الكبار لرجال الاعمال بس للمهندسين الدكاتره كل المكاتب دي يشغلوا شباب. هتسيب علمك لمين؟ هات بلاش 10 هات 3 علمهم كل واحد على قد ما بالظبط. يبقى بالعكس باستحداث ده ثواب ورؤيه طبعا وثواب طبعا. الشاب النهارده يتجوز منين ويجيب منين ده حقيقي ويجيب اهتموا بالشباب. انا بتكلم على النائب القائد نجحت، خلي 2-3 من الشباب يعاونوك. علمهم يا اخي سياسه علمهم عشان مش هتكمل مش هتخلد. لا طبعا هيجي الشباب دي بعد كده تشتغل مكانك. علمهم السياسه كويس، السياسه المحترمه، خلي الشباب يشتغل. بص خدي بالك، في شاب تديله الفرصه يستغلها ده مسكيه بايده وسنانه. في شاب تديله فرصه لا يستغلها خلاص، اللي ما يستغلهاش شكرا. هو حر بالظبط، هو حر. خليك بالظبط، خليك. طب نصايح عامه كده في ثانيتين كده للناس اللي نازله تنتخب. بديهم نصيحه واحده، ذاكر مرشحينك، ذاكر نوابك، ذاكرهم بعناية. خد بالك المجلس الجديد مش مجلس خدمي، لا المجلس الجديد حاجات تانية خالص. ده دوره الوطني، دوره الدستوري، دوره القانوني اللي هو تشريع، اعتماد سياسات، خطة، قوانين، موازنة عامة، رقابة على السلطة التنفيذية. يعني لازم فعلا نختار الأسماء بعناية رهيبة. خد بالك، انتبهوا يا أيها السادة، انتبهوا أيها السادة، ده دور عضو مجلس النواب، ولكن مش معناه ده دوره واسكت، ده دوره الوطني والقانوني. أيوه ما هو طبطب على الناس بتاعتك، طبطب على دايرتك، شوف بالزبط. مشاكلهم إيه واقعد معاهم، اعمل لهم اجتماع كل أسبوع. ما هو بص حضرتك، هو الفرد دايرة صغيرة. بس هي جايه من دايره كبيره. ايوه لما اقعد النهارده واعرف مشاكل الناس دي ايه، اقدر اعرضها على الحكومه واحطها في السياسات. انا بقولكش انزل زي اخطائنا سابقا. اخطائنا في السابق اخطائنا ان احنا نفضل نسفلت شوارع وكهرباء، ده مش دوري، ولكن اعرف مشاكل الناس ايه. اعرف مشاكلهم في الكهرباء وفي النور، اعرض. مبقاش خدمه شخصيه بالظبط، بس اقعد مع ناسك ما تهملهمش، لان الخمس سنين بيعدوا هوا. هتيجي بعد كده تعيط، هتبكي وتشحط اصوات. تشحط اصوات. فالنهارده انا بقولكش اجري ورا كل مواطن يخدمه، ده مش دورك. والناس تبقى عارفه الكلام ده. دور مجلس النواب القادم دور شريك اساسي في الحكم وفي السياسات والخطط، مش دوره ان يجري وراك هنا او هنا. احنا اخطانا قبل كده، فخليك انت اتعلم، بس ما تسيبش الناس. الناس ايه؟ لما تقعد كل 3-4 ايام تاخد عينه عشوائيه من دايرتك، 5 شباب، امرأتان، تمام، عامل، فلاح، واحد اسمع مشاكلهم وطبق الكلام ده في السياسه العامه للدوله، اعطي كل ذي حق حقه. استاذ اشرف ربنا يخليك دايما، ربنا يكرمك لنصايحك الجميله، وربنا يوفقك يا رب ويوفق جميع الشباب اللي بيشتغلوا مع حضرتك يا رب في مكتبك. يا رب شباب مصر كلها، شباب مصر يا رب معوض. يا رب كل الناس تعمل زيك يا رب. شكرا يا استاذ يا اشرف، كتر الف خير. انا كنت عايزه اسالك على سؤال، اساله ولا لا؟ اقول مبروك ولا لا؟ لسه اوكي، لسه ان شاء الله من غير مقاطعه. خلاص إيدين. تمام، بس مبروك على قضيه معينه. الناس بتفتكر مبروك ان انا هتجوز. لا ما تروحش النهارده، مش هنقول لا لا لا، بعدين هنتكلم فيها. بعدين هعمل لك حلقه كامله ليها. ايوه حاضر. وعد وعد.
خلاص اوكي ربنا يكرمك. استاذ اشرف عنده مفاجاه ان شاء الله باذنك يا رب، هينزلها لنا في البرنامج وهيقولها لنا في البرنامج وهنحتفل كلنا بالاستاذ اشرف ان شاء الله لما يكسب قضيه معينه. شكرا.